السلام عليكم جماعه الزوينه ديالي الغزاله، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. خارجين من الخدمه، باقي الحال كما كنقول لكم دائما، شي مرات كنمشيو نخدموا ساعه ونمشيو نرجعوا بحالنا طريق جديده. يلاه داروها، يلاه ماشي يلاه داروها، غير عدلوها صاي، يعني بحال اللي كان زادوا شي حاجه داخل في الكوادس. ويومين خدمه، ولكن اللي على بالكم مازال كيخدموا فيها، مازال خدامين فيها. نقول لكم هنايا هاد البلاصه فين كيبيعوا اللاجور، غادي نمشي نجيب ولدي ونمشي بحالي للدار. كيبيعوا اللاجور، السيما، كلشي، داك الادوات ديال كبير بزاف. دزت على الميكانيك باش نعدل الطوموبيله، شغل نشوف واش يقول لي. واه قال لك جيتي مع هذه شحال. المهم الميكانيك قال لك راه عامر، واش تقدري تخليها السيمانه اللي جايه؟ قلت ليه واخا، غنمشي نجيب الطفل. هما مازال كيخدموا الناس تمايا. عد لي هاد البيبان وعدلها بخمسين اورو، 50,000. مازال كيعدلو الطرقة باش يجيبو الطفل. والخوت وصلت الدار، غادي نحيد هاد الكرود الخدمة هكا مشعكة مشعكة، لا ما عنديش شعر حرش، المهم هكا مرونه، يعني ما عرفتش كيفاش كيسموه. وها هي الطبليه، غادي نحيي الطبليه، غادي نحيد غير هاد الجاكيت الفوقانيه، وغادي نمشي عاود كنجري نتقضى منديه. ما نخليش تيبرد فيا الدم مع هاد الفيسطات. ما عرفنا غدا واش يخدموا ولا لا. ولدي قبيله هرس التلفزيون بالاعصاب، هز شي حاجه، ما خدم ليهش الويفي، هو يهز شي حاجه وهو يهرس. قال لي زيد على حمار الشلح، هانتكم يتخلقوا الشلوح، حتى انا منكم. صافي هنا واجده، واخا راني حيتنا غير الوسخ فوقاني. والله انا نحوقه شوكولاتي. بيان. بغيت نقول لكم، واش كتعقلوا على ملي كنا في المغرب؟ يا سلام، كنا ملي نبغيو نخرجوا نهضروا، بعدا نهضر انا على راسي. ملي كنبغيو نخرجو مثلا الولاد ميمون، عندنا السوق حنا ولاد ميمون، كنبقاو ساعة عند المرايا، حنا كنقادو رواحنا. إوا شتو دابا دقيقة وجدت راسي نمشي كنجري، حيت إلا بقيت كندير ديك التفلية اللي كنا نديروها في المغرب غادي تسديا، ولا غادي يبرد فيا الدم، ولا شنو ما يدار. الله أكبر. بسم الله عليك غير بشوية. المهم كنعتذر على ديك حمار الشلح، عندك شي واحد يتقلق من هذيك حمار الشلح؟ راه مثلا كنقولوا حنايا في المغرب، وراه كلشي كيعرفها، كنقولوا زيدوا على حمار الشلح، يعني كيقول لهم انا راه منايض منايض. هذا هو اللي بغيت نقول حتى انايا. ايوا الخوت، كنشارك معكم حياتي باش تعرف، كنقربكم من الواقع اللي كنعيشوه هنايا في اوروبا. الاغلبيه الناس بلا ما يزوقوا عليكم وبلا ما يكذبوا عليكم ولا ينافقوكم. هداو ليه الشوكولاط في النبيضات، هداو ليه الشوكولاط. ها تي الشوكولاط ليه كيما غوطا، هداوها ليه ديال المدرسة. شي مدرسة بوانو بابورتا شي بيان. هداوها كاع الدراري، هداو ليهم دوك الكاخات ديال الشوكولاط، كيتعاملو معاهم. المهم هي هذه الحياه الروتينيه ديال سميتو ديال اليوميه ديال اسبانيا. اشنو كنعيشوا، كنهضر على الناس اللي كيعيشوا بحشكه ديال خدامين، وما كاينين الناس اللي مزوجين ومستقرين ما كيخدموش، يعني عندهم حياه واحده اخرى، كل واحد كيفاش كتب عليه الله. وغالبا كنهضر على راسي انايا، وكنهضر على الناس اللي كيشبهوا ليا، كنوصل الحقيقه للناس والمراه كيفاش كتسوفري هنايا بزاف،
وعاد انا كنحمد الله بزاف لان تلاقيت في النهار اللي جيت لهنايا تقولات بزاف ديال القوالب كاينين، غير اجيره كاينين هنايا ما عرفت شنو، كيبقاو يوريو لك الدنيا دنيتين. ملي جيت لقيت داكشي اللي كيقولوه ماشي هو هذاك غير كتوب، ويخويو بيك ويخليوك في نص الطريق، كتبقاي تعافري مع الدنيا بوحديتك. ولكن الله دار في دار ليا في طريقي واحد صاحبتي اللي قلتها لكم شي فيديو قبل، هي اللي كانت ليا حلاليه. كل واحد كيجازيه الله على حسب قد نيته وقد شنو عندك في قلبك. الا كنتي ناويه انك واخا تموتي ما تمشيش للطريق الخايبه، راه ربي كيجيب لك الناس الصالحين في طريقك كيعاونوك، واخا كتكرفسي واخا كتمتحن لان الدنيا امتحانات. اما الا كنتي كتبروغرامي انه الا ما كا الا ماشي مشكل الا كان وقع يعني هذا شي حاجه راه انا غادي نعطي راسي بهذا، يعني كاين واحد الملك كيقول امين. دائما شدوا فروسكم وشدوا، راه الصعاب كيزولوا، ولكن اللي ما كيزولش العار والعيب، والعيب والعار اللي يعني ماشي غير بالهضره، يعني العيب والعار اللي يديروا الانسان حتى في راسه. كما كنقول لكم ديك صاحبتي مسكينه كانت ليا بحال الشكل كنقولوا حنا المثل المغربي، الدرهم الحلال. هي نقضتني بزاف د الحوايج، نقضتني ملي دقيت بابها وقالت لي كي دقيتي بابي كنعرفك بنت الاصل، وانتم ديجا عندكم واحد السمعه زينه، انتم الارياف، والله ما نخيبك ولا نرجعها لك في وجهك. وعلى هذا الشيء دائما انا غادي نبقى نحتفظ على الجميل ديالها طول عمري الى حتى نموت. كنقرب لكم الواقع اللي كنعيشوه الخوت في بلاد اوروبا وبالاخص هنا اسبانيا، وهاد الجوع ديال مرسيا. السبردينه اللي غادي خدمت بها هي اللي غادي نمشي بها نتقطى، ماشي حيت ما عنديش صباط عامر. واخا عندكم يعني اللي بغيت نقول راه الا حليت لكم القشر عامر صباط، ولكن راه ما عندكمش الوقت، يعني كتكسبوا حاجه وكتضحيوا بحاجه. المغرب ناقصوا حاجات وهنا ناقصين حاجات، يعني ها واخا عندي دابا هنا غادي علاش انايا غادي نمشي بهاد الحوايج ديال الخدمه، حيت هنا يعطيوك حاجه ولكن كتبرعوش بها بناقص بها. كنتمنى تفهموني شنو كنبغي نقصد الخوت. واللي عنده العوين راه هاد البلاد زوينه، واي بلاد زوينه. اللي ما عندوش العوين بحال حالتي الله يحسن اعوانه. هاد الفيديو حتى لهنايا كنتشارك معكم حياتي كلها، وكنتمناكم ما تنسونيش بلي لايك وبالكومونتير زوين، وكنتمنى نناقش كلشي المواضيع اللي هي عندي مخزونه في قلبي وهي من المجتمع ديالتنا. انا كنبغي نناقش والوضوح، انا واحد الورقه بيضاء صفحه بيضاء، ما كنبغيش الكذوب نكتب على من على خوتي المسلمين. الا كنا كننتميو للاسلام وكننتميو الملة وحدة، علاش نكذبوا واحد على الاخر ولا ننافقوا واحد على الاخر؟ مثلا انا نكون مقرفص ومقتول بتمارة، وملي ندير الكوستيم نلبس نمشي غادي نطلع للباطو ونمشي نفيش على واحد اخرين باش نغيظهم، هذاك راه واحد الاثم. المهم كنتمنى الاسلام الناس يفهموه بالمعنى ديالته الحقيقيه، ماشي يبقاو يقولوا حنا مسلمين وهما كيديروا شي حوايج غير هذا المثل هذا ديال انه حتى هذا راه اثم. واخا بزاف ديال الناس كيحسبهم راه ماشي اثم، كيتمشي كيديروا كيكونوا غارقين في الغيوسات في الوسوخات في الحاله وتكرفيس، وهذا ملي كيمشيو للباطو كيلبسوا ديك داك الكوستيم ولا ديك اللبسه زوينه. ولا ما كنقولوش ان انا ما كنلبسوش كاع، كنقول لكم الوقت ما كاينش، كل واحد ظروفه وكل واحد حياته. واحد ما يفيش واحد على الاخر وما يكذبش على واحد على الاخر. ما يقولوش لا ما تقوليش الاسرار ديالك، لان الاسرار خاص نقولوا داكشي اللي واجعنا. انا كنشوف من الغباء انني ما نقولش داكشي اللي واجعني، داكشي اللي واجعنا نقترحوه على واش حنا مسلمين، ايوا نقترحوه على بعضياتنا واش هذا الشيء واه ولا ماشي واه. يعني علاش حنا الا دربنا حنايا كيما نقولوا ندرموا وحدين اخرين؟ هذا ما كان الخوت. ما تنساوش لي لايك، شكرا لكم، تعاليق ديالتكم زوينه، كنحبكم في الله. شكرا 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 جزيلا.